طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، نستكمل مع بعض يا أولاد رحلتنا لمنهج ثانوية عامة، وهنبدأ دلوقتي في حل أسئلة شابتر 2 ليسن 2 جلانس إن مان. نمبر 1 بيقول لك which of the following hormone is soluble in water، أنهي هرمون في دون اللي هيدوب في المية؟ وطالما قلت لك soluble in water يبقى أنت هتبعد عن الاسترويد هرمون، لأن الاسترويد هرمون المفروض إنها derivative lipids وإن soluble in water، فأنا هختار أي هرمون ما عدا الاسترويد هرمونز. الكورتيزون ده استرويد هرمون، الألدستيرون طبعا ده استرويد هرمون، التستوستيرون نفس الكلام. طب الإنسولين، أقدر أختار الإنسولين لأن ده مش تبع الاسترويد هرمونز، الإنسولين الاستراكتشر بتاعه بروتين، يبقى احنا كده هنختار نمبر 1، الإجابة عندي لتر دي. ندخل على نمبر 2، which of the following affect the secretion of cortisone hormone، مين اللي هيأثر على إفراز الكورتيزون هرمون؟ طيب أنا عارف الكورتيزون هرمون ده بيعتبر إيه؟ من الهرمونات اللي بتطلع من الأدرينال كورتكس، والأدرينال كورتكس مين اللي بيأثر على الكورتكس of أدرينال جلاند؟ هتقولي هرمون الـ ACTH، الـ ACTH اللي بيطلع من الـ anterior lobe of pituitary gland، يبقى أنا كده هختار الـ ACTH letter B، يبقى number 2 letter B. ندخل على نمبر 3، what is the result of hyper secretion of aldosterone hormone in blood، راجع معايا تاني كده هو الالدوستيرون هرمون بيعمل ايه؟ هتقولي بيساعد على الري ابزوربشن اوف صوديوم تو بلاد، وبيحصل اكسكريت للاكسس بوتاسيوم من البلاد، يعني بالبلدي كده المفروض انه بيزود الصوديوم في البلاد وبيقلل البوتاسيوم في البلاد. حلو الكلام؟ تمام. طب والعكس في اليورين طبعا، واخدين بالكم؟ طيب لما يحصل هايبر سيكريشن، هايبر سيكريشن يبقى نسبة الصوديوم اللي هتبقى في البلاد أعلى من الطبيعي، وهتقل نسبة البوتاسيوم جامد في البلاد، مش صح كده؟ تمام. يبقى احنا دلوقتي هيقول لك ايه بقى؟ بص كده، increase in potassium، لا المفروض البوتاسيوم هيقل، decrease in sodium، لا المفروض الصوديوم هيعلى في البلاد، decrease in potassium ions concentration of blood، طبعا دي صح جدا letter C، يبقى الإجابة عندي number 3 letter C. طيب ندخل على number 4، بيقول لك ايه which of the following graphs express the effect of decrease level of aldosterone hormone in blood on the level of sodium and potassium in urine. طيب انا عارف احنا لسه مراجعين حالا دلوقتي الالدوستيرون هرمون بيعمل ايه، ري ابزوربشن اوف صوديوم للبلاد، يعني بيعمل امتصاص للصوديوم ويرجعه للبلاد، وبيحصل ايه بقى، اكسكريت للبوتاسيوم ايونز، تمام، من البلاد، يعني المفروض نسبه الصوديوم في البلاد تبقى عاليه، يعمل ري ابزوربشن للصوديوم، وبيحصل اكسكريت للاكسس بوتاسيوم من البلاد، يعني المفروض البوتاسيوم تبقى نسبته اقل في البلاد، وطبعا العكس زي ما احنا قلنا في اليورين. هو بيقول لك بقى لو حصل ديكريز في الالدوستيرون هرمون، لو حصل ديكريز في الالدوستيرون هرمون هنعكس الكلام ده دلوقتي، يعني ايه؟ يعني انا هقول لك لو نقص الالدوستيرون هرمون يبقى الصوديوم تركيزه في البلاد هيقل، تركيزه في البلاد هيقل، تمام. طب والبوتاسيوم تركيزه في البلاد هيزيد، وطبعا العكس في اليورين، يعني في اليورين هيبقى فيه صوديوم هيبقى تركيزه عالي في اليورين، والبوتاسيوم هيبقى تركيزه قليل في اليورين، هيبقى العكس يا ولاد. تاني دلوقتي انا عارف ان الالدوستيرون هرمون بيعمل ري ابزوربشن اوف صوديوم ان بلاد، وبيحصل اكسكريت للاكسس بوتاسيوم، الاقي اليورين فيها نسبه الصوديوم قليله ونسبه البوتاسيوم هي اللي عاليه في اليورين. طب لو انا عندي ديكريز في الالدوستيرون هرمون يبقى هنعكس، هيبقى نسبه الصوديوم اللي نازله مع اليورين عاليه، اما نسبه البوتاسيوم هي اللي ايه، قليله، الصوديوم يعلى
والبوتاسيوم يبقى قليل. طيب هو الصوديوم مدي لك العلامة لونها ريد والبوتاسيوم لونها ايه؟ بلو. طب انا قلت الصوديوم ايه هيبقى عالي في اليورين، فين الصوديوم عالي في اليورين؟ طيب هنا طبعا مدي لك الصوديوم والبوتاسيوم الاثنين هيبقوا عاليين في اليورين، لا الاثنين هيبقوا قليلين، لا احنا قلنا الصوديوم هيبقى عالي في اليورين، الصوديوم اللون الريد ادي عالي في اليورين. طيب والبوتاسيوم قلنا هيبقى قليل في اليورين، ادي هيبقى قليل في اليورين، يبقى ليتر سي مظبوطه جدا. دي طبعا هنا عاكس الكلام اللي احنا قلنا عليه، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى نمبر 4 ليتر سي، نمبر 4 ليتر سي. نمبر 5 which of the following hormones is insoluble in water. طالما قلت لك insoluble in water ما بيدوبش في الميه، يبقى انا هختار استرويد هرمونز، واحنا عندنا 3 جروبس للاستيرويد هرمونز. كورتيكوستيرون هرمون طبعا تنفع جدا، الكورتيكوستيرون نمبر اي، كورتيكوستيرون هرمون تنفع جدا. الكورتيكوستيرون هرمون يا ولاد هي والكورتيزون بنصنفهم تبع الجلوكوكورتيكويدز اللي بيساعدوا في الميتابوليزم اوف كربوهيدرات، وده جروب تبع الاسترويد هرمون. وطبعا انا عارف ان الاسترويد هرمون ديريفاتيف ليبيدز ان سوليبل ان ووتر، يبقى ليتر ايه مظبوطه جدا. طبعا النور ادرينالين والجروس هرمون والسيروكسين كل ده مش استرويد هرمون، تمام؟ في منهم بروتين هرمونز وعندك السيروكسين هرمون امينو اسيدز، يبقى كده الاجابه عندي نمبر 5 هتبقى ليتر ايه. طيب ندخل على نمبر 6. نمبر 6 بيقول لك فروم وير ذا هرمونز ذات افكت كيدني نيفرون ريليزد. يا ترى منين الهرمونز اللي بتاثر على النيفرون اوف كيدني بيحصل لها ريليزنج منين؟ اول هرمون هتقول لي هرمون الاي دي اتش، حلو جدا. هرمون الاي دي اتش بيعمل ايه؟ بيعمل ري ابزوربشن للووتر عشان يقلل الاسبولاريتي بتاعه البلد، بيدخل على النيفرون اوف كيدني بيعمل ري ابزوربشن للووتر، ده هرمون الاي دي اتش. طب هرمون الاي دي اتش ده بيحصل له ريليزنج منين؟ من البوستيرير لوب اوف بيتيوتري جلاند، تمام. مين كمان بيشتغل على النيفرون اوف كيدني تاني؟ هتقول لي الالدوستيرون هرمون. الالدوستيرون هرمون المفروض انه بيحافظ على البالانس بتاع المينرال في البلد، زي ايه؟ بيعمل ري ابزوربشن للصوديوم وبيعمل اكسكريت للاكسس بوتاسيوم، بيدخل يشتغل على النيفرون اوف كيدني اللي هو الالدوستيرون هرمون. الالدوستيرون هرمون طالع منين بالظبط؟ هتقول لي هيحصل ريليزنج للالدوستيرون هرمون من الادرينال كورتكس. يبقى انا عندي دلوقتي الهرمونات اللي هي بتشتغل على النيفرون اوف كيدني هتطلع من البوستيرير لوب اوف بيتيوتري جلاند وكمان من الادرينال كورتكس. يبقى ندور بقى على الادرينال كورتكس والبوستيرير لوب اوف بيتيوتري جلاند، هتقول لي ليتر بي، يبقى نمبر 6 ليتر بي. ندخل على نمبر 7. What is the hormone that you expect its level increase in blood؟ أنهي هرمون اللي بيزيد في الدم؟ When eating meal that contains salty fish. أنت لما بتاكل salty fish أسماك مملحة أو الحاجات دي، طالما نسبة الملح هتبقى زيادة، إذا أنت جسمك دلوقتي بقى فيه أملاح أو البلاد هيبقى فيه نسبة الملح عالية. طيب لما نسبة الأملاح تزيد في البلاد بسرعة على طول، مين اللي هيحس بالقصه دي؟ البيتيوتري جلاند. ومن البوستيرير لوب اوف بيتيوتري جلاند تعمل ريليز للاي دي اتش عشان يروح على النيفرون اوف كيدني ويعمل ري ابزوربشن للووتر عشان يقلل الاسمولاريتي اوف بلاد. يبقى على طول هتقول لي على طول هيبدا يفرز هرمون الاي دي اتش. يبقى انا عندي كده نمبر 7 هختار طبعا هرمون الاي دي اتش، ليتر سي، نمبر 7 ليتر سي. نمبر 8 ذا هرمون ذات افكت ميتابوليزم اوف كربوهيدرات، حلو جدا. ار سيكريتد باي ذا افكت اوف نقط هرمون. مبدئيا كده انت هتقول لي اللي بيساعد الهرمونات اللي هي بتساعد على الميتابوليزم اوف كربوهيدرات اللي هو الجلوكوكورتيكويدز، حلو. الجلوكوكورتيكويدز دي نوع من انواع الاسترويد هرمون، بتطلع منين؟ من الادرينال كورتكس، جميل. انهي هرمون بقى اللي هيأثر على الادرينال كورتكس؟ هتقولي هرمون الـ ACTH اللي بيطلع منين؟ من الـ anterior lobe of pituitary gland. يبقى انا دلوقتي هدور على هرمون الـ ACTH، يبقى نمبر 8 هقول letter D.
ندخل على نمبر 9، بيقول لك ايه؟ which of the following hormones whose activity affect concentration of urine in healthy person؟ انهي هرمون في اللي جاي ده بيأثر على concentration of urine؟ ركز بقى معايا، اللي هيأثر على concentration of urine يعني السوليوتس اللي بتبقى في اليورين، هتقولي هرمون الالدوستيرون هرمون اكيد، وهرمون الاي دي اتش. على حسب بقى، لو هرمون الاي دي اتش افرازه بيزيد يبقى هيحصل ايه؟ تركيز اليورين هيعلى، لانه بيزود الووتر في البلاد، بيقلل الاسمولاريتي بتاع البلاد، وبالتالي بيقلل الاسمولاريتي بتاع البلاد، يبقى بيزود الاسمولاريتي بتاع اليورين، يبقى هرمون ايه؟ هرمون الاي دي اتش. تمام. ما تنساش كمان هرمون الالدستيرون هرمون ده المفروض انه بيعمل ري ابزورب للصوديوم، وبيعمل كمان سكريت لمين؟ للبوتاسيوم او الاكسس بوتاسيوم، يعني بيأثر على نسبة الصوديوم والبوتاسيوم. اذا احنا دلوقتي هندور على هرمون الالدستيرون والاي دي اتش. طبعا الالدستيرون وهرمون الاي دي اتش هتختار لتر A، يبقى نمبر 9 هتبقى لتر A. ندخل على نمبر 10، which of the following hormones whose secretion is synchronized with the increase in players activity inside state؟ ايه الهرمون اللي بيأثر على الاكتيفيتي اوف بلاير؟ اي لاعب دلوقتي لما بيبقى داخل في سبق او ايا كان، الهرمون اللي بيزيد عشان يزود الاكتيفيتي عنده، هتقول الادرينالين طبعا، صح كده؟ يبقى انا اكيد هختار الادرينالين. الجاسترين ملهوش علاقة، التستوستيرون ملهوش علاقة، الكالسيتونين ملهوش علاقة، يبقى الأدرينالين هرمون، يبقى نمبر 10 هنختار الأدرينالين هرمون طبعا. تمام كده، يبقى نمبر 10 هتبقى لتر B. ندخل على نمبر 11، بيقول لك which of the following whose quantity differ between X and Y by the action of structure L. واضح كده ان الإكس والواي، طبعا الإكس ده الرينال أرتري، ده الرينال أرتري، تمام، وعندك الواي الرينال فين، تمام. بيقول لك هنا يا ترى الكوانتيتي ديفر بتوين اكس اند واي عن طريق الاستراكشر اكس، والاستراكشر اكس ده بيشاور على ايه؟ الكيدني، تمام، وطبعا هو داخل بالسهم الجوة، يعني يقصد بيها النفرون اوف كيدني. طيب يا ترى دلوقتي الاستراكشر اللي هو الكيدني ده بيأثر على كوانتيتي معينة من ايه، وبيختلف تركيزها ما بين الرينال ارتري والرينال فين؟ بيقول لك ايه؟ ان ذا اوبزيت فيجر اندر ذا افكت اوف هرمون، يعني بيفرز تحت تأثير هرمون تاني، ذات از سيكريتد فروم انتيريور لوب اوف بيتيتري جلاند، اللي بيطلع من الانتيريور لوب اوف بيتيتري جلاند. طب تعالى نشوف البوتاسيوم ايون، طبعا تنفع جدا. ليه؟ البوتاسيوم ايونز دلوقتي مين اللي بيأثر على تركيز البوتاسيوم ايونز؟ هتقولي الالدوستيرون هرمون، جميل. والالدوستيرون هرمون ده بيفرز من ايه؟ الالدوستيرون هرمون ده بيطلع من او بيحصل ريليزنج من الادرينال كورتكس، جميل. والادرينال كورتكس مين اللي بيأثر عليها؟ بيأثر عليها هرمون الاي سي تي اتش اللي بيطلع من الانتيريور لوب اوف بيتيتري جلاند، يبقى ده بيأثر على تركيز البوتاسيوم ايونز طبعا ما بين الرينال ارتري والرينال فين، يبقى بوتاسيوم ايونز صح جدا. الكالسيوم ايونز ملهوش علاقة بالموضوع، صح كده؟ انا بتكلم على النفرون اوف كيدني هنا. طيب يبقى الكالسيوم ايونز ملهوش علاقة بالموضوع. الكالسيوم اللي بيتحكم فيه في البلد، هتقول لي الكالسيتونين هرمون او الباراثورمون هرمون، تمام، ودول ملهمش علاقة بالكيدني. طيب الجلوكوز موليكيول ملهوش علاقة، الووتر موليكيول ملهوش علاقة، يبقى نمبر 11 هتبقى الإجابة عندك لتر A. ندخل على نمبر 12، بيقول لك after carrying out several tests in human blood sample، بعد ما عملنا كذا اختبار على عينة من الدم، continuous and accurate decrease in sodium level was observed. شفنا ان عينة الدم ده فيها نسبة الصوديوم او مستوى تركيز الصوديوم بيقل، and this is due to presence of disturbance، ان يا ترى ده بسبب اضطراب حصل في السكريتنج اوف هرمون ايه؟ هتقول لي هرمون الالدوستيرون هرمون طبعا،
اشمعنى؟ ما انا عارف ان الالبستيرون هرمون المفروض هو اللي بيعمل ري ابزوربشن للصوديوم تو بلاد، فلما يبقى نسبه الصوديوم قلت في الدم يبقى اكيد حصل ديستربنس، خلل في هرمون الالبستيرون. يبقى انا عندي الاجابه كده هتبقى نمبر 12 لتر سي. نمبر 13 بيقول لك ايه؟ Which of the following can be observed in blood analysis؟ يا ترى ايه اللي احنا هناخد بالنا منه او هنشوفه لما نعمل تحليل للدم؟ When adrenal gland cortex is injured، يعني لو حصل الادرينال جلاند كورتكس حصل لها اي اصابه، يا ترى هنلاحظ ايه في تحليل الدم؟ طبعا انا عارف ان الادرينال كورتكس بيطلع لي الاسترويد هرمونز. الاسترويد هرمونز عباره عن ايه؟ الجلوكوكورتيكويدز اللي بتساعد في الميتابوليزم اوف كربوهيدرات، تمام، وعندك كمان المينرال كورتيكويدز زي الالدوستيرون هرمون، تمام، وعندك السكس هرمونز، تمام. تعال نشوف بقى يا ترى لو حصل انجري هيحصل ايه. ليفل اوف صوديوم انكريز اند ليفل اوف بوتاسيوم ديكريز ان بلاد، لا المفروض العكس. ما انا دلوقتي المفروض بيحصل ري ابزوربشن للصوديوم في البلاد، يعني المفروض نسبه الصوديوم هي اللي بتعلى في الدم، تمام كده، هي اللي بتعلى في الدم، لكن هو قال لك حصل انجري يعني في اصابه، يعني انا هعمل خلل دلوقتي، يعني المفروض نسبه الصوديوم تقل مش تزيد. يبقى اول واحده غلط. ليفل اوف صوديوم ديكريز اند ليفل اوف بوتاسيوم انكريز ان بلاد، اه طبعا طالما حصل خلل، هو قال لك حصل خلل في الادرينال كورتكس، يبقى هنعكس، يبقى نسبه الصوديوم هي اللي هتقل في الدم ونسبه البوتاسيوم هي اللي هتزيد. يبقى لتر بي مظبوطه جدا طبعا، والكلام بتاع سي ودي عكس اللي احنا قلناه دلوقتي. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى لتر بي، نمبر 13 لتر بي. طيب ندخل على نمبر 14. Which of the following statements express the relation between ACTH hormone and cortisone and aldosterone hormone؟ طيب أنا عارف إن هرمون الـ ACTH بيحصل له releasing منين أو secretion منين؟ من الـ anterior lobe of pituitary gland، ينزل في البلد يروح يأثر على الـ adrenal cortex. حلو، الـ adrenal cortex تبدأ يحصل لها إيه بقى؟ activate، تتنشط كده وتبدأ تطلع لي هرمون الكورتيزون وهرمون الألدستيرون. جميل، يبقى أنا كل ما بيزيد الـ ACTH، كل ما بيزيد إفراز الـ ACTH هرمون من البيتيتري جلاند، يبقى كمان نسبة الكورتيزون ونسبة الألدستيرون المفروض تزيد في الدم، مش صح كده؟ تمام، فين بقى الكلام اللي فيه دايركت ريليشن ده؟ طبعا اختصارا للوقت هتلاقي لتر سي عندك، secretion of cortisone and aldosterone increase by increasing secretion of ACTH hormone، طبعا صح. يبقى انا الاجابه عندي نمبر 14 لتر سي، وطبعا الباقي ده كله عكس اللي احنا حكيناه، فاحنا كده هنختار نمبر 14 لتر سي. ندخل على نمبر 15. بيقول لك ايه؟ from the opposite figure that illustrate the nervous connection with adrenal gland. تمام، ادي adrenal gland، تمام، وادي نيرف. بيقول لك what are the hormones x y z respectively. طب تعالى نشوف دلوقتي هنا، ادي عامل لك كونكشن ما بين النيرف وبين الادرينال جلاند. الهرمون اللي هيدخل على الادرينال كورتكس، الادرينال كورتكس، شايف واخد بالك انت الاكس واصل لغايه الكورتكس بس، يبقى اكيد ده هرمون ال ACTH. ما هو خد بالك هرمون الـ ACTH بيطلع من الـ anterior lobe of pituitary gland، بيأثر على ايه؟ على الكورتكس of adrenal gland. يبقى انا الاكس ده اكيد ACTH، تمام. في هرمون بقى طالع من الكورتكس of adrenal gland وهرمون طالع من المضلة. اللي طالع من المضلة ده اللي هو واي، اكيد ادرينالين هرمون او نور ادرينالين هرمون، يبقى نقول ادرينالين مثلا. طيب عندك الزد طالع من الكورتكس، طبعا انا عندي الكورتكس بيطلع منه ثلاثة جروبس من الهرمونز اللي هم الاسترويد هرمونز، عندك الجلوكوكورتيكويدز زي الكورتيزون مثلا والكورتيكوستيرون، عندك كمان المينرال كورتيكويدز زي الالدستيرون هرمون، عندك كمان السكس هرمونز، يعني لتر زد واحد من الثلاثة جروب اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي، ولنفرض مثلا الدستيرون هرمون، الدستيرون هرمون او
ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى كورتيزون مثلا، او ممكن يبقى سكس هرمون. تمام، هنا تعالى نشوف على حسب اللي احنا قلناه دلوقتي الاكس اي سي تي اتش، يبقى انا هبص على A وهبص على C. تمام، ليتر اكس واي، هو قال لك الواي بعد كده، الواي ده هيبقى ادرينالين مثلا. طبعا هنا ليتر ايه جايب لك الواي ده الدسترون، لا غلط، علشان مشاور لك على المظله، يبقى هناخد ليتر سي الادرينالين. طيب وليتر وليتر زاد من الكورتكس، احنا قلنا الالدسترون. تمام، يبقى عندك الاجابه هتبقى ليتر سي، مظبوطه جدا. يبقى نمبر 15 نمبر 1 هتبقى ليتر سي. ندخل على نمبر 2، بيقول لك وات از ذا رابيد سيكريتد هرمون، يا ترى ايه الهرمون اللي هيفرز بسرعه؟ طالما رابيد سيكريتد هرمون، يبقى اكيد اللي بيبقى نتيجه النيورال افكت، نتيجه تاثير عصبي. طب وانا انهي هرمون اللي هيبقى ناتج من تاثير عصبي اندر نيورال افكت؟ هتقول لي الادرينالين هرمون والنور ادرينالين هرمون اللي طالعين من المظله، يبقى ليتر واي، صح كده؟ يبقى واي اونلي تبقى ليتر سي، يبقى نمبر 2 ليتر سي. طيب ندخل على نمبر 3، بيقول لك وات از ذا ريزلت اوف نيورال ستيميوليشن ان الستريتد فيجر. طيب ايه ناتج النيورال ستيميوليشن؟ يعني ايه ناتج التاثير العصبي في الفيجر اللي قدامك ده؟ تعال نشوف. دايركت كنترول ان انرجي برودكشن، ملهاش علاقه، ليتر بي. رابيد ريسبونس of the gland cells to secrete hormone that increase in blood pressure. ما احنا قلنا اللي بيبقى ناتج under the effect of neural، يعني ناتج من تأثير عصبي، هيبقى الادرينالين هرمون. وانا عارف ان الادرينالين هرمون بيدي زي rapid response، يعني استجابة سريعة للموقف او الامرجنسي. تمام، يبقى الادرينالين هرمون، وطبعا انا عارف ان الادرينالين هرمون بيرفع ضغط الدم. تمام كده، يبقى انا عندي كده ليتر نمبر 3 هتبقى الاجابه عندي ليتر بي. ندخل على نمبر 16، وات از ذا ريزون فور سادن انكريز ان هارت بيتس وين سينج بريديتور انيمال. ايه السبب ان ممكن يحصل زياده سريعه ومفاجاه في ضربات القلب لما تلاقي مثلا بريديتور انيمال، يعني انيمال مفترس ولا حاجه؟ هتقولي اكيد الادرينالين هرمون بقى في البلد دلوقتي، ما انت في الامرجنسي في الطوارئ بيفرز هرمون الادرينالين عشان يبقى في استجابه سريعه، رابيد ريسبونس. طيب تعال نشوف كده بيقول لك ايه. ليتر ايه كونسنتريشن اوف ادرينال كورتكس، لا طبعا احنا دلوقتي بنتكلم عن هرمون اندر نيورال افكت. طيب ليتر بي كونسنتريشن اوف ادرينال جلاند مظله هرمون انكريز، طبعا يقصد بيها هرمون الادرينالين، يبقى ليتر بي مظبوطه جدا. concentration of thyroid gland ملهاش علاقة، ده under hormonal effect مش هينفع. concentration of neuro hypophysis part، طبعا ده هرمون الـ ADH ملهوش علاقة. كمان او الاكسيتوسين ملهوش علاقة بالموضوع، يبقى انا اقصد بيه الادرينالين هرمون اللي هيبقى ليتر B. ندخل على نمبر 17، بيقول لك which of the following graphs is not correct about hyperactivity of adrenal gland مظلة. تمام، not correct يعني هنختار جراف غلط لو حصل هايبر اكتيفيتي للادرينال جلاند مظلة. يعني مثلا لو حصل افراز، مثلا ايه اللي بيطلع من المظلة؟ هتقولي الادرينالين. تمام، لو حصل زيادة في الادرينالين، طبعا الادرينالين لما بيعلى هتقولي بيزود البلاد بريشر، بيزود ضغط الدم، حلو، كمان بيزود الهارت بيتس، ضربات القلب بتبقى سريعة، صح كده؟ تمام، بيزود نسبة الجلوكوز في الدم طبعا عشان تقدر تاخد الانرجي اللي تتحرك بيها بسرعة في الامرجنسي. اوكي، كل ده هيزيد. هو بيقول لك اختار جراف غلط، يعني هنقول ان لو انا هختار حاجة جراف غلط، يبقى ممكن واحد من الثلاثة دول هيقل، هو ده الغلط، صح كده؟ طب تعالى بص كده معايا، الهارت بيتس هتزيد وبعدين هتثبت، الجراف ده ايه؟ الجراف ده صح، انا عايز جراف غلط. طبعا ضربات القلب هتزيد، فالجراف ده صح فانا مش هختاره. طيب الجلوكوز ان بلاد هيزيد، برضو الجراف ده صح فمش هختاره. طب ذا ستورد جلايكوجين هيقل، برضو صح، لان الجلايكوجين المتخزن هيبدا يحصل له ايه بقى؟ هيحصل له هيدروليس السريع جدا ويتحول لجلوكوز،
هيتحول لجلوكوز عشان يديلك الانرجي اللي انت عايزها، فالستورد جلايكوجين هيقل، فالجراف ده صح برضو فمش هختاره. طيب ريليزنج اوف كربون دايوكسيد هيقل، ده بالعكس المفروض ان انا في الوقت ده بتنفس بسرعه جدا، باخد كميات اكسجين كتيره واطلع كربون دايوكسيد زياده مش كربون دايوكسيد بيقل، لان يعني انت عندك الريسبيريشن ريت هنا هيزيد مش هيقل، يعني المفروض الكربون دايوكسيد اللي طالع يزيد مش يقل، فالجراف ده طبعا غلط، يبقى انا هختار الجراف لتر دي، هو ده بالنسبه لي الجراف اللي هو نوت كوركت، يبقى نمبر 17 هنختار لتر دي. ندخل على نمبر 18، بيقول لك what is the hormone that is responsible for response of muscle to nerve impulse، انهي هرمون اللي مسؤول عن استجابة المسل للنبضة او النيرف مسج او الرسالة العصبية، الهرمون اللي بيبقى مسؤول عن استجابة المسل للنيرف امبلس. تعال نشوف هل ينفع الالدستيرون هرمون، ينفع جدا. ليه؟ ما انت دلوقتي الالدستيرون هرمون بيعمل ايه؟ ري ابزوربشن اوف صوديوم، صح كده؟ طيب يعني انا هيبقى عندي كميه صوديوم عاليه في البلد، وبالتالي حركه الصوديوم هتساعد جدا في الماسل ان يحصل فيه ريسبونس استجابه للنيرف امبلس، لاني فاكر كده لما كنا بنقول مثلا في حاله الديبولاريزيشن المفروض التشانل اوف صوديوم بتفتح علشان الصوديوم يدخل جوه الماسل، تمام كده، وبالتالي يحصل كونتراكشن. طيب في حاله الريلاكسيشن اوف ماسل او الريبولاريزيشن او البولاريزيشن بيبقى على السيرفس من بره البوزيتيف ايونز بتاعه الصوديوم، واللي جوه بيبقى نيجاتيف ايون، تمام. يبقى انا الالدستيرون هرمون بيأثر بشكل كبير جدا او ليه تاثير او ليه مسؤول عن استجابه الماسل للنيرف امبلس اللي هو الالدستيرون هرمون. طيب الكالسيتونين هرمون، الكالسيتونين هرمون يا اولاد بيقلل نسبه الكالسيوم في البلد، وده ملهوش علاقه عندي دلوقتي، تمام. طيب الباراثورمون هرمون، انسكريتين هرمون برضو لا، الدستيرون والكورتيزون برضو لا، تمام كده، الكورتيزون ملهوش علاقه بالموضوع، يبقى انا عندي كده الاجابه هتبقى الدستيرون هرمون نمبر 18 لتر A. تعالى ندخل على نمبر 19، ده اوبزيت جراف الستريت ذا ريليزنج ريت اوف صوديوم ان يورين اكس، معدل الريليزنج اوف صوديوم في اليورين اكس، تمام. يعني هنقدر نقول ده ان معدل بتاع الصوديوم الازرق ده، تمام. With the level of aldosterone hormone in blood Y، تمام. يبقى انا عندك هنا اللون الريد ده بيمثل الالدستيرون هرمون في البلد، ماشي. Which of the following statement agree with what the two curves represent، تمام. واضح كده من الشكل اللي قدامك ان لما الالدستيرون هرمون بيقل، خد بالك ده التركيز بتاعه فين؟ في الالدستيرون ده في البلد، تمام. اما الصوديوم الاكس دي في اليورين يا جماعه مش في الدم، ها في اليورين، هو قايل لي هنا في السؤال ده في اليورين اهو، يورين، تمام. طبعا لما الالدستيرون هرمون يقل، يبقى الري ابزوربشن اوف صوديوم للبلد هيقل، اذا نسبه الصوديوم او الكونسنتريشن اوف صوديوم هيزيد في اليورين اهو، بيزيد في اليورين. طيب ولما حصل زياده في الالدستيرون هرمون يبقى هيحصل ري ابزوربشن للصوديوم في الدم، يعني الصوديوم هيزيد في الدم ويقل في البلد، ادي بالفعل هنا الصوديوم بيقل، سوري بيقل في اليورين، اسفه بيقل هنا في اليورين لانه بيزيد في البلد، تمام. طب تعالى نشوف بقى الكلام اللي انا قلته او الجراف اللي قدامك ده بيمثل ايه بالظبط. بيقول لك the meals which are rich in table salt are combined with increase in level of aldosterone hormone. طيب يعني بيقول لك الوجبة دي اللي هي هتبقى مليانة بالتيبل سولت، يعني هيبقى فيها صوديوم زيادة combined with increase in level of aldosterone، لا المفروض العكس، تمام، العكس زي ما احنا حكينا دلوقتي. طيب decrease in sodium level in urine، يعني نسبة الصوديوم او مستوى الصوديوم في اليورين هيقل، ادي اهو
مستوى الصوديوم في الـ في الـ في اليورين هيقل. تمام. Due to high level of aldosterone hormone، لما يعلى مستوى الالدوستيرون هرمون صح جدا، لتربيه مظبوطه جدا جدا. احنا لسه قايلين بص كده معايا، مستوى الصوديوم في اليورين هيقل اهو لما الالدوستيرون هرمون في الدم بيعلى. يعني الالدوستيرون هرمون لما بيزيد في الدم يبقى بيزيد معاه الصوديوم ليفل في البلد وبيقل في الدم، بيقل في اليورين. واخدين بالكم؟ بيقل في اليورين زي ما جايبها الجراف بالظبط. يبقى انا عندي لتر بي مظبوطه جدا طبعا. لتر سي بيقول لك there is no relation between، لا ازاي ما فيش علاقه، ما ينفعش. period from A to B corresponding to level of potassium in urine برضو لا. يبقى انا عندي كده الاجابه المظبوطه نمبر 19 هتبقى لتر بي. هندخل على نمبر 20. بيقول لك what is the hormone that affect kidney action indirect، ايه الهرمون اللي هيأثر على الكدني بس بشكل غير مباشر؟ تعال نشوف. انا عندي هرمون الاي سي تي اتش بيطلع من الانتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند يروح يأثر على الادرينال كورتكس، والادرينال كورتكس لما يوصل لها الاي سي تي اتش يعمل لها اكتيفيت عشان يبدا الادرينال كورتكس يروح مطلع الالدوستيرون هرمون، والالدوستيرون هرمون يروح يعمل ايه؟ يروح على الكدني يعمل ري ابزوربشن للصوديوم ويطلع الاكسس بوتاسيوم. يبقى الاي سي تي اتش بيأثر على الكدني بشكل غير مباشر او دايركت افكت على الكدني. التي اس اتش ما بيأثرش على الكدني، ده بيأثر على الثيرويد جلاند. الجي اتش طبعا ملوش علاقة، وطبعا الاي دي اتش احنا قلنا ده دايركت، فاحنا هنختار الحاجة الان دايركت هو هرمون الاي سي تي اتش. ندخل على نمبر 21. At the end of running of marathon، الراجل المتسابق ده في نهاية السباق بتاعه يعني، the athlete's body is subjected to dehydration، يعني جسم الراجل المتسابق ده هيتعرض للجفاف. طيب يعني الراجل بعد ما جري كتير جسمه هيتعرض للديهايدريشن يعني للجفاف. Which part of pituitary gland and adrenal gland، أي جزء من pituitary gland والadrenal gland responsible for restoring the osmotic balance directly، يا ترى إيه بقى الجزء من pituitary والadrenal gland اللي هيعيدوا لجسمه الاتزان الاسموزي بتاعه، يعني هيعيد اتزان الووتر والمينرال لجسمه تاني. سهلة جدا، هتقولي pituitary gland أكيد هيفرز هرمون ADH عشان يعمل ري ابزوربشن للووتر عشان جسمه يستعيد الاسمولاريتي بتاعه البلاد بتاعته مظبوطه. حلو. وعندك كمان الادرينال جلاند، هتقول لي الادرينال جلاند كورتكس هتبدا تطلع لي هرمون الالدوستيرون هرمون. الالدوستيرون هرمون بيظبط المينرال او بيعيد البالانس اوف مينرال في البلاد. تمام كده. يبقى انا هقدر اختار في البيتيوتري جلاند هقول البستيريور بارت او النيورو هايبوفيسس بارت عشان هرمون الاي دي اتش، وطبعا الادرينال جلاند هتقول لي الكورتكس عشان هرمون الالدوستيرون هرمون. يبقى انا كده عندي الاجابه لتر سي مظبوطه جدا. طبعا الانتيريور لوب غلط، انتيريور لوب غلط، وعندك المضله لا ده بتاع الادرينالين. يبقى انا كده عندي الاجابه نمبر 21 هتبقى الاجابه لتر سي. ندخل كده على نمبر 22. بيقول لك ايه؟ Which of the following expresses the hormone 1 2 3 that are illustrated in the figure. طيب نشوف كده، هنا مشاور على البيتيوتري جلاند هيطلع هرمون نمبر 1 هيأثر على الادرينال كورتكس، يبقى اكيد نمبر 1 ده هرمون الاي سي تي اتش. تمام. طيب هنا كمان عندك نمبر 2 في الكدني، يبقى ممكن يبقى هرمون، ها هتقول لي يا اما هرمون ال ADH يا اما هرمون الالدوستيرون هرمون، يا اما ADH يا اما الالدوستيرون هرمون. تمام. طيب ونمبر 3 هيطلع يأثر على الليفر، طبعا الهرمون اللي بيأثر على الليفر هنا هقدر اقول هرمون مين؟ الادرينالين هرمون، يعني نمبر 3 ده هيبقى ادرينالين هرمون. تمام. تعال نشوف بقى نمبر 1 ACTH. تمام. يبقى انا هفكر كده في لتر A ولتر D.
نمبر 2 هيبقى الالدوستيرون هرمون. طبعا الالدوستيرون هرمون ده موجود في ليتر A. طيب ونمبر 3 هقول لك الادرينالين هرمون، لانه خد بالك الادرينالين بيدخل على الليفر بياخد الستورد جلايكوجين وبيحوله الجلوكوز، يبقى كده نمبر 3 ادرينالين، يبقى انا الاجابه المظبوطه عندي هتبقى ليتر A، يبقى نمبر 22 هتبقى ليتر A. طيب ندخل على نمبر 23، بيقول لك what happen on eating meals that are very poor in table salt. ايه اللي هيحصل لو انت اكلت وجبه فقيره جدا في الاملاح، يعني ما فيهاش صوديوم مثلا، اكله كده ما فيهاش ملح، جسمك هيبدا يتعامل مع الموضوع ازاي؟ هتقول لي ابدا، هيبدا كده الادرينال كورتكس هيطلع الالدستيرون هرمون عشان يعمل ري ابزوربشن للصوديوم ويرجعه للبلد، صح؟ يبقى انا دلوقتي اكيد هيتم سكريشن اوف الالدستيرون هرمون، صح؟ الالدستيرون هرمون هيزيد في البلد، يبقى انا عندي كده انكريز الالدستيرون هرمون ليفل ان بلد، طبعا صح جدا. ديكريز، لا طبعا ده احنا محتاجين صوديوم في البلد. طيب increase sodium level in urine، لا احنا محتاجين في البلد، طبعا اليورين ملناش علاقه بيه، يبقى انا كده عندي الاجابه نمبر 23 هتبقى ليتر A مظبوطه جدا. ندخل على نمبر 24، بيقول لك ايه؟ researcher removed large part from outer layer of adrenal gland، يعني في راجل كده باحث شال الاوتر لاير من الادرينال جلاند. What is the consequence of that؟ يا ترى ايه بقى التتابعات بتاع ده؟ هو شال الاوتر لاير من الادرينال جلاند، طب تعالى نشوف. Decrease in secretion of ACTH هرمون، ال ACTH هرمون ده بيطلع من البيتيوتري جلاند مش من الادرينال جلاند، واخدين بالكم؟ طيب وبعدين يبقى ده ملهوش علاقه، ال ACTH ليه علاقه بالبيتيوتري جلاند. وبعدين خد بالك برضو، لو انا شلت الجزء بتاع الكورتكس من الادرينال جلاند، اذا هرمون الالدستيرون مثلا هيبقى قليل في الدم، ولما هيبقى قليل في الدم والدم يروح للبيتيوتري جلاند، اذا البيتيوتري جلاند تبدا تفرز الاي سي تي اتش بنسبه اعلى من الطبيعي عشان تعمل اكتيفيت للادرينال جلاند، يبقى المفروض نسبه الاي سي تي اتش تزيد مش تقل، تمام. طب ليه تربي decrease in secretion of aldosterone hormone؟ اه طبعا نسبة الالدوستيرون هرمون هتقل لان انا شلت الكورتكس او الاوتر بارت من الادرينال جلاند، يبقى طبعا لتر بي مظبوطة جدا، تمام. decrease in secretion of adrenaline هرمون ده ليه علاقة بالمضلة مش بالاوتر لير اللي هو الكورتكس يعني. increase in secretion of cortisone هرمون هيزيد افراز الكورتيزون، بالعكس المفروض الكورتيزون يقل لان الكورتيزون بيطلع من الكورتكس اوف ادرينال جلاند، يبقى برضو لتر دي غلط، يبقى انا الاجابه عندي نمبر 24 ليتر بي. وبكده يا ولاد يبقى احنا خلصنا او لمينا الاسئله بتاعه الجزء اللي هو الادرينال جلاندز، ونستكمل مع بعض بعد كده باقي الاسئله لباقي الجلاندز.